إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تاهة 2009، تغيير زيت الجير مع الطنجرة مع الفلتر. صار يقول لي يشعر فيها التأخير في استجابة الدعسة أو استجابة اللي هو التعشيق. للأمانة أتوقع أنه ما فيها أي مشاكل، لأن جربت السيارة في التعشيق ما فيها للعافية، لكن كان عنده مشكلة فقط تحتاج لتصفية لأنه فيه تفتفة في سرندل رقم 7، وأي مشكلة أو تفتفة في المحرك راح تأثر على أداء عمل الجير، وليس أنه الجير فيه مشكلة، ولكنه الكهرباء إذا صار فيه خلل في المحرك راح تلخبط برضه في أداء الجير. على العموم الجير إن شاء الله ما فيه العافية، في حصر الكمبيوتر ما فيه أي مشاكل. الآن الشيء الثاني أنه راح نفرغ الزيت عن طريق الليات المبرد أو التبريد، وراح نتأكد برضه من حالة الزيت أنه ما يكون فيه براز حديد أو حرق. بعدها راح نكمل إجراءات التنظيف كامل مع الطنجرة. فكينا الماسورة حق التبريد حق الجير، ركبنا الهوز اللي هنا، حطينا في الحاوية. طبعا الحاوية نظيفة من الداخل ومن الخارج، كل عشان لو قدر الله صار فيه مشكلة في الجير أو فيه مشاكل في الجير راح أرجع له الزيت القديم. راح الآن أشغل وفرغ الزيت. طبعا هذا الزيت ما شاء الله تبارك الله، لاحظوا يعني يقول له أكثر من سنتين وماشي عليه، ممكن حديد أكثر من الميتال، فلاحظ الصواد اللي فيه. طبعا لاحظوا صراحة دفع الزيت، يعني أشعره كأنه في ضعف في أداء الفلتر، وكأنه مسدود أو أنه محشور. على العموم لاحظوا الآن الزيت كيف ثقيل أو بطيء. راح الآن نغير الزيت مع الفلتر ونشوف بعدها كيف حركة الزيت. فكينا الكرتير، فكينا الكرتير والفلتر، وهذا عندنا الآن الفلتر والزيت والكرتير. طبعا هذا الكرتير الحمد لله ما في أي برادة، والشوائب اللي فيها هذا السواد طبيعي جدا بسبب له استخدام الزيت لفترة طويلة، وأيضا أسلوب اللي هو تغيير الكمية الكرتير بدون ما يتغير الزيت بالكامل مع الطنجرة. راح الآن نضيف المغناطيس ونضيف الكرتير وراح نغير الفلتر الجديد. هذا الكرتير بعد التنظيف، وهذا الفلتر الجديد، وهذا القديم. ركبنا الفلتر القديم، عفوا ركبنا الفلتر الجديد، معلش ما شطحات. ركبنا الفلتر الكرتير، حطيت الآن 8 علب عشان يكون التنظيف شامل كامل، وراح يظل عندي لتر ونص في الكرتير، وخليت عندي هنا برا اللي هو 4 علب مع المعالج، وراح نقيس الزيت بعون الله بعد ما نخلص. طبعا هاي تعتبر المرحلة ما قبل الأخيرة. الآن هذا الزيت الجديد راح يطلع عن طريق الجير عن طريق الطنجرة، وراح يبقى الزيت الجديد الكمية المطلوبة في الطنجرة، ويكون كذا خلاص الطنجرة تم تغيير زيت الجير حقها بالكامل. راح بعدين نحط له زيت الكمية الأخرى حقت اللي في الكرتير، وكذا خلصنا إن شاء الله من دائرة اللي هو التنظيف زيت الجير والطنجرة حتى مع المبرد. لاحظوا الآن ضغط الزيت الآن، ما نشوفه ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا دفع الزيت ما شاء الله تبارك الله. ليش؟ لأنه الفلتر صار جديد، الزيت جديد، فصار ما في شوائب، فيأخذ حركة الزيت بشكل أريحية أفضل. يعني احنا حط الزيت الآن ما شاء الله صار لمعته واضحة، صار جديد ما شاء الله تبارك الله. فكينا الهوز حق اللي فرقنا فيه الزيت، وركبنا التيلة. لاحظوا التيلة، راح نقفل القفلة هذه. لاحظوا الآن
تم القفله، راح نعبي الزيت النهائي مع المعالج. ما شاء الله تبارك الله، حطينا 4 علب مع علبه المعالج على اللتر النص اللي موجود في الكرتير، اجي على كلمه منتصف كلمه هوت، على منتصف كلمه هوت كده. خلاص الان من عمليه غير زيت الجير مع الطنجره، راح الان نشوف اداء الجير التعشيق، وبعد راح نجربه ان شاء الله على الخط. طبعا لاحظوا معي هنا ما شاء الله تبارك الله، على طول يستجيب. المشكلة عندي برضه انا المحرك مو مستقر، لاحظ لمة الماكينة، هاي انا بواجي واسلاك، باقي عندي المحرك مو مستقر، وعندي كمس فاير في السلندر رقم 7، فراح اشيك عليه ونشوف ايش الخلل. على العموم الجير ما فيه بعون الله ولا اي مشاكل. طبعا عنده برضو الكراسي فيها مشكلة، فعشان كذا ممكن الاهتزاز برضو باين في البودي. طبعا الحين راح نكمل برضو اجراءات تغيير السوائل، وعندنا هنا التغيير زيت الدبل. طبعا زيت الدبل هو نفس زيت الجير، زيت الدبل هو نفس زيت الجير في موديلات 2008 وبالخص من 2009 طالع الى 2020. وش راح نفك سرة التعبئة، ما ادري راح نفك سرة التفريغ. طبعا حررت سرة التعبئة، وعندي هنا سرة التفريغ. لاحظ السواد اللي في الزيت، واتوقع ان الزيت برضه اللي يستخدموه الزيت الازرق حق الديلات 2006 وقبل. طبعا نعطي تنظيف بزيت جديد عشان ندفع الزيت القديم بهذا الشكل او عن طريق الجهاز. يوقف الزيت بس، راح نقفل السرة ونعبي الزيت الجديد. طبعا هاي السرة اللي فيها المغناطيس بعد التنظيف. عبيت لتر ونص، راح نسحب اللاير ونشوف. لاحظوا عندي هنا صار الزيت الآن يطلع، لاحظوا لما أمسح الزيت، لاحظوا لما أمسح الزيت يطلع الزيت، هذا معناته إنه الزيت فل. لاحظوا هنا، لاحظوا هنا، لاحظوا هذا معناته الزيت الآن هنا فل، مدام يطلع من السرة معناته فل. راح الآن نقفل السرة، تم تقفيل السرة التعبئة وسرة التفريغ وتغسيل محل الزيت. كده خلص الآن من تغيير زيت الدبل بالكامل. يعتبر الآن تغيير الجير، طبعا الآن يعتبر على الدي يعني 1، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما شاء الله تبارك الله، كل ست التغييرات تغيرها طبيعي جدا. الله يعطيه خيره في شره يا رب. طبعا عنده مشكله مساعدات، مسمار التوازن، تهريب في وجه ثلاجه المحرك وال وطلب الوف. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.